افتتح اليوم الاثنين بمسرح محمد الخامس بالرباط معرض حول ثقافة دولة أذربيجان، وذلك بمناسبة عيدها الوطني، عرف حضور وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي. تعلمون أن بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان علاقات متميزة على الصعيد السياسي والتجاري والثقافي. على الصعيد السياسي تعلمون أن كلا البلدين لهم مواقف جد متشابهة فيما يخص القضايا الدولية، يدافعون على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، لنا علاقات تجارية كما قلت متميزة، وفي إطار العلاقات الثقافية نساهم تقريبا كل سنة بأسبوع ثقافي بأذربيجان. آخر سنة 2012 كان هناك حضور مغربي بأذربيجان، واليوم لنا الشرف باستقبال هذا المعرض. The purpose of the organizing is الهدف من تنظيم هذا المعرض هو التمكن من عرض التاريخ الثقافي للشعب الأذربيجاني وجعل أذربيجان دولة في الخريطة، فهي تنعم بالعمق والعراقة الثقافية. Places in the world. ومكن هذا الحفل المتفرجين من التعرف عن كثب على الثقافة الغنية لأذربيجان من حيث تقنيات الرسم الفريدة والأدوات المنزلية والأزياء التي تعرض كدليل على حسن العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدولة.